بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طالبات الصف الثالث الابتدائي في مادة لغة بإذن الله سنتناول وحدة جديدة بعنوان مكارم الأخلاق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. هنا يا صغيراتي سنتناول مكارم الأخلاق بالتفصيل بإذن الله، وسنتناول المزيد منها في الحصص القادمة في نشاطات التهيئة. ها هنا يا جميلتي، استنتجي الأخلاق الكريمة من الصور الآتية. ماذا تشاهدين في هذه الصور؟ نشاهد في الصورة الأولى تقديم العون لكبار السن وتقديم المساعدة، ونشاهد في الصورة الثانية إكرام الضيف، ونشاهد في هذه الصورة إفشاء السلام، ونشاهد ها هنا في هذه الصورة إماطة الأذى عن الطريق. فها هنا الطريق وهم يوطون الأذى وهو عبارة عن جذع شجرة، وهنا الإماطة هي الإزالة، فأنا أزيل الأذى عن الطريق. كذلك ها هنا مساعدة المحتاجين، إما مساعدة نقدية أو بمال أو بملابس أو أيا كانت هذه المساعدة. كذلك الرفق بالحيوان يا صغيرتي، بتقديم الطعام والشراب للحيوانات المتضررة أو التي تحتاج إلى مساعدة، ونرفق بها ونقدم لها المساعدة. هنا يا صغيرتي اذكري موقفا حدث لك أو سمعتي أو قرأت عنه، مثلا أثناء سيرك مع والدك في السيارة لاحظت وجود جذع شجرة كبيرة يعيق حركة السيارة ويسبب الأذى للمارة، فتنزلين أنت ووالدك وتقومين بتحريك وإزالة هذا الجذع عن الشجرة، وتسألين الوالد. هنا سألت والدها: ما سبب، ما السبب في أنك أنت والدك وهنا أمطتم الأذى، ما السبب؟ لأن إماطة الأذى عن الطريق صغيرتي له حسنات عظيمة ودرجة من درجات الإيمان، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هنا يا صغيرتي الرائعة ضعي علامة صح تحت الوسيلة التي هي أكثر تأثيرا في أخلاقي، يعني ما أكثر ما يؤثر في أخلاقك، المسجد أم المدرسة أم الأصدقاء أم الأسرة أم الجيران؟ أحسنتي، الأصدقاء هم أكثر تأثيرا، لأن الإنسان يتأثر بخلق أصدقائه. فالصديق الصاحب ساحبها هنا يا صغيراتي، فهو الصديق هنا إما أن يهديك للخير أو يجرك إلى الشر. انتقي أصدقائك بعناية، خذ الصديق المتعاون الصادق المصلي الذي يعينك على يعني على فعل الخير ويبعدك عن فعل الشر. ها هنا يا صغيرتي لبعض وسائل الإعلام منافع في تكوين الأخلاق وأضرار، وتحدث مع أفراد مجموعتي عن أبرز المنافع ها هنا والأضرار لهذين الجهازين. ماذا تشاهدين في الصورة الأولى؟ نشاهد في الصورة الأولى صورة تلفاز، بارك الله فيكم، والصورة الأخرى صورة هاتف محمول. منافعها ها هنا ترفيه، تنمية ثقافة الفرد، الاطلاع على آخر الأخبار، الاطلاع على ثقافة المجتمع. أما أضرارها فهدر للوقت، وكذلك عدم القدرة على التمييز عند الأطفال بين الحقيقة والخيال، الكسل والخمول، كذلك السمنة لكثرة الوقت الذي تقضين أمام التلفاز. أما منافع الهاتف هنا فتخزين قدر كبير من المعلومات، سهولة استرجاعها، ترتيب الوثائق، سهولة إيجاد المعلومات، كذلك نستطيع استخدام شبكة الإنترنت فيه. أما أضرارها فأضرار صحية ناتجة عن الجلوس لفترات طويلة أمام شاشته، العزلة والبعد عن العائلة، هدر الوقت، عدم وجود رقابة على محتويات الشبكة. كذلك يا صغيراتي ربما يسبب لك آلام في العينين، آلام في الرقبة، كلها لجلوس على الهاتف المحمول لساعات طويلة. هنا يا صغيرتي نص الاستماع بعنوان كتمان السر. لابد أن تعلمين أو تتأملين هذه الصور يا صغيرتي، ثم استنتجي بعد ذلك الحوار الذي دار بينهم. تأملي قليلاً ثم بعد ذلك استمعي معي إلى ما سأقرأه الآن. وصلت نورة إلى البيت ودخلت غرفتها دون أن تتكلم مع أحد، لحقتها أمها قلقة وقالت لها: أراك حزينة يا ابنتي. ردت نورة: صديقتي سارة يا أمي. قالت الأم: هل جرى لها شيء؟ قالت نورة: إنها بخير ولكنها غاضبة مني، وقالت إنها لن تتحدث معي بعد اليوم. قالت الأم: ولماذا قالت ذلك؟ قالت نورة: لقد أخبرتني أمرا وطلبت مني أن أكتمه ولا أخبر أحدا، ووعدتها بذلك، ولكني أخبرت ليلى بالسر،
فعلمت تارة وغضبت مني. قالت الأم: ولماذا فعلت ذلك يا ابنتي؟ فالإنسان يجب أن يكون أمينا على أسرار الناس وأخبارهم حتى يكون موضع محبتهم وثقتهم. وخير مثال تقتدين به في ذلك الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه، فقد كان غلاما صغيرا وأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ليقضي له حاجة، فذهب أنس ليقضي ما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتأخر عن العودة إلى منزله، فسألته أمه عن سبب تأخيره، فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. فقالت: ما حاجته؟ قال: إنه سر. فقالت له: لا تحدثنا بسر رسول الله أحد. قالت نورة: سأتصل بسارة لأعتذر إليها وأوعدها ألا أذيع سرا لأحد بعد اليوم. هنا يا صغيرتي، بعد أن استمعتها هنا يا صغيرتي، دعينا ننطلق لنقرأ الأسئلة ونجيب عليها شفهيا. السؤال الأول يقول: لماذا تبعت ها هنا الأم نورة إلى غرفتها؟ ما السبب في أن الأم تبعت نورة؟ أحسنتم، تبعتها لأن نورة دخلت غرفتها دون أن تتكلم مع أحد. طب ما سبب غضب نورة من سارة؟ لأنها أخبرتهم بالسر، بارك الله فيكم. بماذا نصحت الأم نورة؟ نصحتها أن الإنسان يجب أن يكون أميناً على أسرار الناس وأخبارهم حتى يكون موضع محبتهم وثقتهم. ما اسم الصحابي الذي حكته الأم في القصة؟ أحسنتي، أنس بن مالك. من الذي أرسل الصحابي ليقضي له حاجته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا سألت الأم أنس بن مالك رضي الله عنه عن سبب غيابه؟ لأنه تأخر في العودة إلى المنزل. بوركتم، ما الصفة التي اتصف بها أنس بن مالك رضي الله عنه في هذه القصة؟ أحسنتي، حفظ السر. ما واجبنا تجاه ما نسمعه من قصص الصحابة رضي الله عنهم؟ أحسنتم، الاقتداء بهم. إذن ها هنا يا صغيرتي نحكي قصة أنس بن مالك بأسلوبنا. نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أنس بن مالك إلى ليقضي حاجته، فذهب أنس وتأخر، فحينما عاد سألته أمه عن سبب تأخيره، فقال أنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصحته الأم وقالت لسر رسول الله فاحفظ. إذن ها هنا يا صغيراتي لابد من حفظ السر وكتمانه. أضع علامة صح أمام التصرف الإيجابي فيما يأتي: اهتمام الأم بنورة، هل هو تصرف الأم باهتمامها بابنتها ومعرفة أحوالها دون أن تتحدث؟ إذن ها هنا سلوك إيجابي، سنضع صح. إذاعة نورة سر صديقتها سارة، يعني حينما أفشت صديقة نورة، هل هو تصرف إيجابي؟ أحسنتي، إذا تصرف غير إيجابي. حث الأم نورة على الاقتداء بأخلاق الصحابة، بارك الله فيك، تصرف إيجابي. اعتذار نورة، هنا اعتذرت، إذن تصرف كذلك إيجابي، بارك الله فيكم يا صغيراتي. ننتقل ها هنا إلى السؤال الذي بعده لنكون الأسئلة ها هنا يا صغيراتي باستخدام كيف أو لماذا. إذن ها هنا غضبت سارة من نورة لأنها أذاعت السر. إذن ها هنا سنسأل عن السبب، بماذا سنسأل عن السبب؟ لماذا غضبت سارة من نورة؟ لم يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أمه بحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حافظ للسر. أحسنتي، إذن ها هنا سنسأل بالسبب، لماذا لم يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه بحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا ننسى أن نضع علامة الاستفهام لأنه سؤال. أحسنت نورة التصرف باعتذارها لصديقتها سارة. إذن كيف أحسنت نورة التصرف؟ ونضعها هنا علامة استفهام، ومفتاح السؤال كيف؟ إذن تكسب محبة الناس وثقتهم بحفظ أسرارهم. إذن ها هنا بفتح السؤال هو بكيف، وهنا تكسب محبة الناس وثقتهم. أكمل الجملة بالصفات المناسبة لشخصية القصة. الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه يتصف بماذا ها هنا؟ أحسنتي، بكتمان السر وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره. الأم تتصف بماذا تتصف الأم ها هنا؟ بالاهتمام بابنتها وتقديم النصيحة لها. نورة تتصف بماذا ها هنا؟ بالاعتراف بخطئها والتراجع عنه بالاعتذار. ماذا أفعل في المواقف الآتية ولماذا؟ ماذا ستفعلين ها هنا؟ إذا أخبرت أخي سرا ثم علمت أنه أذاعه أعاتبه. أحسنتي، وأخبره بأهمية كتمان السر وأن هذا سر ولا بد أن يحفظه. أخبري أخي، أخبرني أخي سرا،
لا يضر أحد وطلب مني كتمان أكتمه كذلك، لأنه أتمنى حتى لو أنه لا يضر ولكنه يعتبر سرا فلا بد أن أحافظ عليه. هنا عناصر القصة، سأكمل النص بعد عناصر القصة بعد أن استمعت إلى النص. وعناصر القصة ها هنا، عنوان القصة كان بكتمان السر، المكان ها عناصر القصة طبعا لا بد أن تتكون من المكان والزمان والشخصيات والأحداث. هنا المكان غرفة نورة، والزمان بعد عودتها من المدرسة، والأحداث إخبار سارة سرا لنورة وإفشاء نورة للسر، وغضب سارة واعتذار نورة بعد نصح والدتها، والشخصيات هي الأم ونورة وسارة وليلى، والمثل الذي ضربته الأم لابنتها هي حفظ أنس بن مالك رضي الله عنه لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نستفيد من هذه الدروس ضرورة كتمان السر وعدم إفشائه والاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى ها هنا يا صغيرات نقف في درسنا لهذا اليوم، ونلتقي بإذن الله في دروس قادمة، وإلى اللقاء.